الخبر اللي جاي عن محمد صلاح. محمد صلاح الناس زعلت منه جدا وزعلانه منه جدا على السوشيال ميديا، بتهاجمه هجوم كبير جدا. انت ازاي هتسيب المنتخب في وقت زي ده وتمشي وانت كابتن المنتخب؟ انت اللي بتشجع اللعيبه، انت اللي بتقعد معاهم في اوضه اللبس، انت اللي بتعمل، انت مش بتلعب بس، يعني الناس شايفه انت مش بتلعب بس، لا انت دورك ككابتن في المنتخب دور كبير جدا. طيب الناس متضايقه منه والناس زعلانه منه. محمد صلاح شخص ناجح جدا، وانا بيكون عندي احساس كده ساعات انه لما بيبقى عندنا حد ناجح قوي مش عارفه ليه بنحب نكسر فيه، بنحب ان احنا ما تبقاش ناجح قوي كده، لا نجاحك عالي زياده عن اللزوم، لا ما تروحش في الحته دي. الراجل راجل ناجح جدا، الراجل حصل له اصابه عايز يتعالج، ده كلامه، انا ده عندي اصابه وعايز يتعالج. بس هو هنا في حاجه تانية، احنا ليه ما عرفناش الكلام ده من الاول؟ احنا ليه عرفنا الكلام ده من ليفربول؟ ليه ما عرفناهوش من الاول؟ ليه اتحاد الكوره ما قالوش؟ ليه اتحاد الكوره ما طلعش واعلن الكلام ده؟ ليه احنا نعرفه من بره؟ ايه الموضوع الصح فيه فين؟ طب الناس زعلانه ليه؟ ليه الناس زعلانه من محمد صلاح؟ الراجل على فكره النهارده كتب تويته، لسه كان كاتب تويته من شويه محمد صلاح، بيقول ان انا هتعالج بسرعه وهرجع بسرعه على قد ما اقدر، بحبها وبحب ناسها ومش هت... تقريبا كان ايه يا جماعه؟ حاولوا اكتر؟ كتب كده؟ كانت يعني حسيناها ان هو وحاولوا اكتر، اهي التويته اهي، كاتب ايه في الاخر؟ حاولوا اكتر، زي ما حاولوا اكتر، اللي هو يعني ايه حاولوا توقعوني اكتر او حاولوا ان انتوا تشوهوا صورتي اكتر مش هتعرفوا. طيب ده كان تعليق محمد صلاح. احنا معانا دلوقتي على الهاتف، معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ احمد فوزي العريان، رئيس تحرير موقع في الجول. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين. طيب هجوم كبير جدا على محمد صلاح، اداء المنتخب المصري مش عاجب الناس، مش على قد التوقعات والطموح اللي عند الناس، مع ان هو يعني المفروض ان هو لاعب فرق يعني مش جامده قوي، يعني يقدر ان هو يكون اداؤه احسن من كده، ولكن الناس في هجوم شديد على محمد صلاح، مع ولا ضد؟ لا مش لازم نكون مع او ضد، هو لازم نكون نحلل الموقف ونقول اللي حصل فيه ايه. يلا نحلل الموقف. فهو محمد صلاح مصاب ولا لا؟ مصاب طبعا، لا احد يشكك في ذلك. اول مره يتصاب مع منتخب مصر؟ لا، كده ان هو تعرض ولا اصابه مثلا كانت هتغيبته، كانت مهدد بسببها ان هو يغيب عن كاس العالم كله. أيوه. هل وقتها الجمهور هاجم محمد صلاح او كان ضده او اي طلع اي حاجه ضده؟ بالعكس، ده كان حملات تعاطف يعني هلاميه لدرجه ان هو كانت بتصل الى هجوم على سيرجيو راموس اللي تسبب في اصابته بكل الوسائل. فهنا كانت شعبيه محمد صلاح الكبرى، ولكن هي الحقيقه مش علشان مثلا الموضوع فيه نتائج متذبذبه او نتائج غير جيده في بطوله افريقيا فعشان كده لما اصيب الناس هجمته، فلا هي مش كده، ولكن هي مجرد تراكمات في العلاقه ما بين محمد صلاح وقطاع كبير من الجمهور المصري على مدار السنوات الاخيره. مواقف البعض بيراها انها ايجابيه والبعض الاخر بيراها سلبيه، ادت ان هو يوجد فجوه شويه ما بين محمد صلاح وبعض من الجمهور، مش كل الجمهور حقيقه، ولكن يبقى محمد صلاح في المقابل طبعا هو اهم اسطوره مصريه طبعا، واهم لاعب يمكن حقق انجازات في تاريخ مصر، مصدر فخر كبير للكره المصريه، وفنيا طبعا ان شاء الله لما يعود هيكون اضافه فنيه. طيب كبيره للمنتخب المصري. احنا برضو عشان نبقى عارفين، هو محتاج يتعالج، اصابته دي محتاجه علاج، مظبوط؟ اي اصابه بتبقى ليها محتاجه علاج، ولكن في اصابات بتحتاج مثلا تدخلات جراحيه، في اصابات بتحتاج لتمرينات بدنيه عادي، فالتمرينات البدنيه دي هل هي ممكن يعني شايف ان هو كان يقدر يستحمل ويكمل يقعد؟ مش انا بقى اللي اشوف، انا كنت لسه هكمل الجمله. هو دلوقتي دكتور منتخب مصر نفسه طلع قال هو الراجل رايح ليفربول علشان يسرع عودته، وان شاء الله لما يكون جاهز بدنيا او فنيا هيرجع لنا. فما دام هو الدكتور بنفسه قال كده فهو ادرى. طب يبقى الاتحاد وجوده في ليفربول هيكون افيد. الاتحاد الكوره ليه هو ما اعلنش الكلام ده؟ ليه الناس عرفت الكلام ده من بره؟ بالظبط كده، هي دي بقى النقطه. هو الاتفاق ان هو كان اتحاد الكوره فعلا، حتى زي ما يورجن كلوب امبارح طلع وصرح ان كان في اتفاق ما بين اتحاد الكوره وليفربول ان هو هيطلع بيان في نفس الوقت بعد ماتش كامبريدج، ولكن اللي حصل بقى ده تحريف الامور بعد ما خلاص كل الناس ادلت بتصريحاتها، ان يورجن كلوب عادي صحفي ساله قال له اخبار محمد صلاح ايه؟
كلوب ما كانش على علم بالاتفاق بشكل كامل، فراح قال والله انا سمعت ان في كذا 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 فبس لسه ما اعلنش. الكلام اللي يورجن كلوب قاله دهوت احنا عرفنا من خلاله، لان الاتحاد المصري كان ملتزم باتفاقه مع ليفربول ان هو هيصدر البيان بعد ماتش كامبيرلي. فمن هنا جاءت الازمه. وبرده ده يدفعنا للسؤال، هو ليه اصلا ما يبقاش الاعلان من قبل اتحاد الكوره من الاول؟ يعني هو الاتفاق كان ان هو هيعلنوا عن السفر او العوده الى ليفربول، ولكن حجم الاصابه وقوتها، وافترض ان انت منذ اللحظه الاولى اللي انت بتقيم فيها الاصابه هي لا مش مباراتين زي ما اعلن في البدايه، وان هو اتضح ان هي اكبر من كده وهتؤدي الى غيابه لمده 20 يوم زي ما بيتقال، فمن اللحظه دي لازم ان انت تعرف الناس كلها تمنع عند اي لغط من هذا النوع، خاصه ان ده محمد صلاح، يعني انت مش بتتكلم عن اي لاعب، هو اهم لاعب عندك في الفريق، فمين اهم عنده علشان منه علشان المفروض تعرفنا حالته اول باول. هي اعتقد هو ده الخطا اللي ادى الى تفاقم الامور وتحول اصابه وتحويل اصابه لاعب عادي، اصابه عاديه جدا بتحصل في كل المعسكرات، الى ما يطلق عليه بازمه. يعني انت من كلامك كده بتلمح ان ايه، انه الناس بتوقع، يعني في ناس بتوقع ما بين صلاح وما بين محبيه، عايزين يوقعوا. مش عايزين يوقعوا، يعني هي على فكره، يعني هو لا، يعني انا حاسس ان هو الموضوع يا ريت، عارف لو حد بيبقى عايز يوقعوا بتبقى عارف ان هو ايه، انما هو انا بشوف ان هو ايه اللي تحت. هو كاتب تويته، انت شفتها؟ طبعا شفتها. بيقول لهم، بيقول حاولوا اكتر، بيقول حاولوا اكتر، بيقول لمين حاولوا اكتر؟ الكلام بتاع محمد صلاح كان ليه تكمله من خلال رامي عباس وكيله، ان هو بيقول، بيوجه كلامه الى المؤثرين، ما اسمهم بالمؤثرين اللي هم السوشيال ميديا انفلونسرز، يعني ان هو قال لك انا كاتب اساميكم في ورقه وانتوا كنتوا بتنزلوا على ركابكم علشان تتصوروا، عايزين تطلبوا تتصوروا بس مع محمد صلاح، ودلوقتي بتهاجموه فاحنا مش ناسين لكم وكلام كده، فواضح ان هو بيوجه كلامه الى من هاجموه في الاعلام يعني. فهو ده اللي يقصد بيه محمد صلاح كلامه، مش الاتحاد الكوره، الناس اللي هاجمته عبر الشاشات يعني. بالظبط كده. ولكن انا موقن ان اللي بيهاجم محمد صلاح، مفيش حد مصري بيكره محمد صلاح. اصل ليه ممكن تكره محمد صلاح؟ يعني لا، ممكن تكره نجاحه، يبقى حاقد على نجاحه مثلا، ممكن تكره نجاحه. وهو مين من اللي بيهاجمه محمد صلاح علشان موقف ما بينافس محمد صلاح على النجاح في المجال ده؟ طيب يعمل فرق. لا، ما على فكره، على فكره دلوقتي انه انت على فكره مش محمد صلاح بس، هو انت دلوقتي بتشوف اي حد، شخص نجح قوي او حقق نجاح كبير، اول ما يحصل غلطه او اول ما يحصل موقف او اول ما يحصل اي حاجه، هجوم غير طبيعي على السوشيال ميديا، حاجه مش طبيعيه يعني. لا لا، صح طبعا، بس ده مش عشان محمد صلاح بس، ده اي حد ناجح في العالم كده. يعني انا مش عايز اقول ان بلاش نقول في العالم بس، مش في العالم، هقول لك ليه. مش في العالم، مش في العالم. ليونيل ميسي في اشهر من كده؟ مفيش اشهر من كده. ايوه، كان يعني وصل بيه الحال ان هو اعتزل دوليا بسبب الهجوم الجماهير الارجنتينيه عليه، لانه لما لمجرد ان هو بس فشل في الفوز بالكاس العالم في 2014 وبعد كده كوبا امريكا مرتين، الناس هجمته وقالت ان انت بتتخاذل وان انت بتلعب مع برشلونه ما بتلعبش معانا، وان انت مش ارجنتيني، انت عايش في اسبانيا فلا عايش عيشتنا ولا تعرف حالتنا ولا انت بتحس بينا. ثم تحول الامر في سنه واحده لما اخذ كوبا امريكا واخذ كاس العالم، رغم ان هو عمره ما كان قلل قتاله، هو كده كده بيقاتل، ولكن هو يبقى هي شكلها ضريبه النجاح. بس ما تنكرش ان الموضوع عندنا زياده شويه، زياده شويه. يعني لما بيبقى عندنا حد ناجح قوي، بدل ما ندافع عنه، بدل ما نبقى فخورين بيه، ما بتكلمش على محمد صلاح على فكره، بتكلم عموما، لما بيبقى عندنا حد ناجح قوي، بدل ما نبقى فخورين بيه وفرحانين بيه وبنشجعه وبنقف وراه، لا، اول ما بيحصل اي حاجه بنبقى عايزين نهدمه، عايزين نهده. هو الاكيد طبعا في نص ما بيبقى في ناس بتبقى مشاعرها صادقه، سواء في الحب او العتاب. أيوه، في ناس دايما بتحط السم في العسل. طيب، ده اكيد متفق معاكي 100%، ويبقى فيه لمصالح شخصيه، ده طبعا. نبقى احنا نطلع ندافع عنهم بقى. إيه لا طبعا، مش لازم تدافع عن حد، لازم تدافع عن قناعاتك انت بس. مش لا، لما نلاقي حد اتظلم مش عيب ان احنا ندافع عنه. طبعا. لا، طبعا. الاستاذ احمد فوزي العريان، رئيس تحرير موقع في الجول، بنشكرك جدا على المداخله.